فما برشا زاد. في حومتنا نحن. اي واحد. اي في حومتنا. عرف. عرفها في حومتنا. يجوها برشا عباد. يجوها برشا عباد. وريحتها قوية علخ. ريحة شنو؟ ريحة بخور وكي تبدا تتعدى في الكياس حتى تشم ريحة قوية علخ. ديما لابسة نقاب وعينيها كحل. والله معناها اليوم هذوما يصوروا اكثر من الطوبه والمحامين. باي عندك شك برشا برشا زاد والله برشا فلوس. عندي ولد خالتي انا عمل لك كلينيك سكر عمل مثلا مصحه كي سكر ما يجوش برشا كان حال عراف زعم راك تشوف الفلوس. العراف راجل عنده زي مكسويات والله. مشيت قبل العرافه ولا مش عاود انا؟ ليه ليه أبي يمشي. يا باعوك أصحابك برجولي. والله لا مشيت. ليه مشيت معايا. علاش مشي شنو سبب؟ بشيش برشا بنات. هذي معناها ماشي العرافة. ايه اكذب عليك. تستعمل شوية لسان تسلك. ايه ليه نستعمل لسان جاوك بيك. جاوك بيك. كي مشيت شعملت لك العرافة شقد؟ عملته بخور. عطتني حرز. وعطيته حرز. هاي حرز. حطها تحتي. حطها تحتي حرز لحظة. حرز نحطه تحت. حرز زي مثال للطفلة نحب نحطه له. تولي ديما متعلقة باي. ونفعل حرز ذاك. هاي. نفعل من بعد ضاعل يعني. قد ايه دفعت عليه؟ 1,500,000. مليون و500 باش صعب طفلة. مش طفلة برشا بنات. يعني كان وريت 1,500,000 هكا راه وجاوك البنات الكل. لا ما هي الطفلة عاد هذايا عندها بوا عنده الفلوس. بايها الاستثمار تدفع 1,500,000 باش تشتري. بايها لحام. أكبر لحام في حياتها ضامن باي. والله. والله براسي بيع في الغابرة. بيع في الغابرة وشاف سكتور. وشاروة البلاي الحارزة نتاعنا العارزة نتاعنا راه كيف عاد في حياتها ضامن. ونحب نسلم على ديدي وعلي. ميرسي الأولاد شكرا. التونسي اليوم مازال يؤمن بالسحر والشعوذة؟ في ظاهره ما يؤمنش اما في باطنه يتعامل معه مش يؤمن به برك. اعطيني ياكل في باطنه هذيك. يتعامل معه خاطر اليوم اغلب التوانسه بالحق يؤمنوا بالحاجات هذوم ويتعاملوا معه. واكبر دليل انه اليوم العرافه والمشعوذين والحاجات هذوكم الكل قاعدين يخدموا هذوكم اللي عندهم الفلوس وموجودين معناها كي تمشي انت غاديك وتصور ترى قديش عبيد وترى حتى نوعية العبيد معناها بالرغم اللي توا للظاهر الجديد يمشيوا في الليل لكن المعروفين واللي يخافوا من الضوء يمشيوا يعملوا ينسقوا ويرندفوا ويعملوا مواعيد بالليل وفي الظلام حتى باش ما يشوفوهمش ورغم ذاك الكل معناها مازال الشعب التونسي مازال يوم بالحاجات هذوك. اليوم اللي تصير له مشكلة أو يفقد اللي أمل في أي حكاية يلتجأ في عوض باش يلتجأ الأمور منطقية يمشي يشوف على سحار طبيب رعواني وقاعة ما نعرف شنية تصير له أي مشكلة في بدنه ولا يتقلق يقول لك سحروني علاش ولينا نمنوا برشا بالحكاية هذه؟ هي نمنوا برشا على خاطرها أولا موجود هو سحر موجود إيه اثنين فما حاجة مهمة خاصة نعطيك أنا مثلا اللي تسرق ويعد تسرق له حاجة يمشي للأمن الأمن ما يجيبلوش حقه شدها قضايا وندري شنو واسأله وبحث وسين وجيم وسين وجين ما يجيبلوش فهمتني اليوم رض يمشي للطبيب الطبيب ما يعديش عليه كما يلزم الحق لو نحكوا فما طب داكورد ومريكلينا ما فما سبيتارات وثم طب ما همش يعدوا كما يلزم تدخل تعمل فيزيتا تقعد على الكرسي نعرفش مريض عنده درشنية عنده حكاية في وعن ما يعديش عليه ما يعملوش ويكو جيست يسأل وش عندك عندي وجيعة من هنا هنا ولا هنا ولا ما نعرف المهم من جنبي فهمت يعطيه دواء متاع وجيعة وبرا يشري دواء يخرج هو يعمل الدواء ذاك ما ينفعوش خاطر ما عطاش الدواء اللي يلزم يعطيهولو ما شخصش الحاله كما يلزم هنا يكثر الحديث البرا هكا فما فلان راهي دايه فهمت هي انا مريض انا عندي وجيعه الطبيب ما داوانيش ما دام الطبيب ما اعجز عليه معناها هذه حاجه اقوى من الطبيب فهمتني شكون مش يداويني سي نورمال باش نمشي لك العراف هذاك وك العزيم هذاك ويحط يده ويقرا قرآن تتنحى الوجيعه وك الحاجات هذوك ما كل نولي نضطر باش نمشي نلوج نحي الوجيعه ومش هو اكثر من هكاك معناها انت حكيت موضوع معناها تاع عراف علاش تمشي للعراف راهو ثم شكون يصلي ومعناها قايم بواجباته الدينيه كل عنده مرض الطبيب ما داواهش قالوا له حاشاك اشرب البيره راه يدوي يصلي ويشرب في البير يا راجل ما يجيش ليه راي دواء انا نصلي هذاك تايب ربي ونؤمن بالله وكل شيء وقايم بواجباتي الدينيه اما هذا راني نظره نشرب فيه مضطر معناها مضطر خاطر الوجع دواء ما بالك تقول لي راي ثم عرافه تنحي الوجع
ما بالك تقول لي راه ثم عراف يوريك شكون اللي سرقك وين سرقك والمسروخ نتاعك وين محطوط. ينجم العراف يعرف هذا؟ دوك انا ما ريتش حتى عراف، معناها فما امور علميه اللي تخليه يعرف، اما بالصدفه بس انت قلت امور علميه، العراف ما يمشيش بالامور العلميه. اي اما هي بالزهر، ربما يزهر ربما عنده، هو عنده معناها عاتيه ربي موهبه اللي نجم يتكشف ويشوف، خاطر انا نعرف حاله شفتها وجابوا المسروق والعراف ما نعرفش شنو عمل، عنده امنيين معاه، عنده ناس تبحث، عنده يستعملوا الجان هنا في خدمته. اي حاجه من الاثنين، اذا كان يستعمل الجان، اما هو جاب المسروق النتيجه، يعني جاب النتيجه، وصل للنتيجه بالحق، جاب النتيجه، فلانه سرقت، وين المسروق؟ برا البلاصه الفلانيه، تلقاهم في البلوزون تاع رجلها في الكلاس في تحت، ندري شنو، كي دخلوا للدار جبدوا البلوزون، خرجوا جبدوا الفلوس اللي مسروق.